أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة حقوق الإنسان حالات اكتظاظ غير طبيعية في السجون الحكومية بالبصرة. ونطالع في البصائر، البرلمان في العراق يفشل مجددا في استكمال حكومة بغداد. ونقرأ في المدى، تظاهرات في بغداد والجنوب احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات. جاء في كتابات، تحالف العامري يتهم إدارة ترامب بالعمل على تغيير النظام السياسي في العراق. نقرأ في القدس العربي، ترامب يعاود تهديد إيران، لم ألغي الضربة وإنما أجلتها. نتصفح في الزمان، تجدد التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات. وجاء أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد، بدأ التصويت في انتخابات الإعادة لبلدية اسطنبول. أهلا بك. تعود العراق على سلسلة كوارث مستمرة ومتنوعة ومتعمدة بفعل فاعل في أغلبها، ففي كل فصل من فصول السنة كارثة جديدة تعقب أخرى، فهي سلسلة لا تحصى. فمن الكوارث أخيرا جرائم ارتكبت من دون مساءلة، مثلا الجفاف وقطع المياه عن أنهر العراقيين، ثم انسداد مجاري الصرف الصحي، ثم تجريف أشجار النخيل، ثم تسميم ملايين الأسماك في الأنهر والفيضانات وغيرها. مآسي حدثت وكثيرة حدثت في العراق، ثم ما يحدث في المستشفيات وصولا إلى إشعال الحرائق في الحقول الزراعية والحرب الاقتصادية الشعواء ضد العراقيين. والمشكلة أنه لا أثر للحكومات العراقية المتعاقبة أبدا في إيقاف حجم الكوارث ودرء مخاطرها بسبب ضعف هذه الحكومات وهشاشتها وانعدام مسؤولياتها وهيمنة قوى سياسية متنفذة عليها، وفق الكاتب سيار الجميل في مقاله بصحيفة العرب الجديد. آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة تلتهمها النيران كل يوم في حرائق متعمدة، ونحن الآن في موسم حصاد الحنطة والشعير، خصوصاً في محافظة نينوى المغضوب عليها من النظام الحاكم، ونرى ونسمع أن محاصيل الناس تحترق في العراق، وهذا ما يؤلم كل عراقي له نخوته الوطنية، إذ هذا الأمر بالغ السوء للاقتصاد العراقي، ومنذ شهر مضى ونحن نسمع عن حجم النيران التي أكلت الزروع والضروع حتى وصلت إلى أبواب المدن. ومما يثير الانتباه تضاعف هجمات الحرائق في المناطق الزراعية في شمالي العراق خلال الأسابيع الأخيرة في شهر واحد، وخصوصا في الموصل وتوابعها. دمر 236 حريقا أكثر من 5100 هكتار من الأراضي الزراعية المكتنزة بالمحاصيل، وقد بلغت اليوم أكثر من 6000 هكتار. ومن السهولة أن لا يقبض على الجناة، ولكن تنشر مزاعم سهلة الترويج أنها من عمل تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وسواء كانت من داعش أو غيره فإن الحكومة العراقية ملزمة بتقديم الجناة للعدالة، وإلا فإن الاتهام سيوجه إلى أكثر من فصيل سياسي أو ميليشياوي، وإلى كل من له مصلحة حقيقية في تدمير الموارد العراقية في هذه المرحلة الصعبة. يختم الكاتب بالقول، ماذا تسمى هذه الكارثة المتعمدة إلا محاولة قذرة لتدمير الاقتصاد العراقي وإبقاء العراقيين يعتمدون في غذائهم على استيراداتهم من الآخرين. الحكومة العراقية مطالبة الآن بأن تعلن مدى فشلها الذريع وأن تكشف للعالم برمته عن مسؤوليتها في إخفاء الجرائم والكوارث، وأن تعلن الحقائق بدل المخاتلة. نعم، بدل المخاتلة. وهل ستكون هذه آخر كوارث العراق؟ يقول الكاتب أشك في ذلك.
بين الحين والآخر تطالعنا الأخبار أن الرئاسات الثلاث في العراق بحسب تقسيم السلطات بعد احتلال العراق وتحديدا رئاسة الجمهورية، حيث عقدت لقاءات ومشاورات وحصل تبادل للآراء حول الأوضاع العاصفة في البلاد، ومجمل ما تخرج به هذه اللقاءات هي مجرد مقترحات وآراء ونقاط توضع وتكتب ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وبصيغة مخادعة على أنها مشاورات لإنقاذ وطني، وهي في حقيقة الأمر وضعها مشروع لإحياء وإدامة العلاقة بين الأحزاب والكتل. هذا مقال للكاتب إياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. عندما يقرأ المواطن العراقي ويطلع على طبيعة الأمور التي ناقشها هذا الاجتماع يقف حائرا ومتألما على وضعه وما آلت إليه الأوضاع في بلاده من مآس وآلام وضياع لثرواته وغياب مجهول لمستقبله القادم، فهو يستمع إلى نقاط توضح أن المجتمعين مهتمون بمكافحة الفساد والبدء بإيجاد قنوات لمنح ملف الخدمات أهمية في عمل حكومة بغداد والعمل بجهد استثنائي لتوفير وإعادة منظومة الكهرباء إلى طاقتها الحقيقية والالتزام بمصلحة ووحدة العراق. هذه الديباجات التي يكتبها المجتمعون تبدو دائما وكأنها وليدة الحاضر الآن وليس هي وليدة الأزمات والأوضاع السائدة التي عاصرها الشعب العراقي منذ الغزو الأمريكي لبلده والحكومات الست المتعاقبة عليه في زمن الاحتلال، والتي لم تواكب وتهتم بجميع هذه المعطيات التي ولدها الفساد السياسي والاقتصادي الذي أصبح السمة الأساسية التي تستحكم إليها العملية السياسية، وأصبحت تشكل هماً على كاهله وثقلاً وغماً كبيراً يعانيه أبناء الشعب العراقي. فلا حلول ولا إمكانيات متاحة ولا رؤى حقيقية ميدانية لمعالجة هذه الأزمات، ولكنها تشكل العمق الدقيق لفساد هذه الطبقات السياسية التي أتى بها الاحتلال الأمريكي وزاد من فعاليتها الوجود والنفوذ الإيراني. الكاتب يقول: جميع هذه اللقاءات والمشاورات بعيدة وغير معنية بفهم الواقع الإنساني والاجتماعي والميداني الذي يعيشه المواطن العراقي، بل هي تتحدث بلغة ومفاهيم مختلفة في معاييرها عن حقيقة المكابدات التي يعاني منها المواطن العراقي ومنها الظلم الاجتماعي الذي يسود معظم المجتمع العراقي، حيث وتتكلم عن أوضاع بعيدة كل البعد عن حقيقة الآلام التي يعيشها المواطن العراقي المسكين، فهي تفتقد إلى الرؤية الواضحة لكيفية إيجاد الحلول والمعطيات للعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فهي لم تستطع أن تجعل من هذه الاجتماعات واللقاءات ولو بداية لإيجاد قواعد ومرتكزات حقيقية لمعالجة الإخفاقات والانحرافات التي جاءت بها العملية السياسية في العراق. جاء في المدى الغريب أن تجد بلداً معافى يسير وفق قوانين منضبطة وأساسه منفعة متبادلة تعمل وفق معادلة حصة لي والثانية لك من خلال توزيع المناصب والدرجات والمسؤوليات بين الأحزاب التي تعمل على حكمه. والأغرب من ذلك أن تتأمل خيراً في نظام وضع أسسه من يعتقد أن كل من في الداخل خصومه على اعتبارهم كانوا موافقين على سياسة النظام السابق. عن المحاصصة كتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى: لا توجد غرابة على الإطلاق فيما يحصل اليوم أو ما حصل قبل أيام أو ما سيحصل في الأيام القادمة من لقاء الأضداد وانشغالهم بالحديث والتباحث عن امتيازات يرون أنهم الأحق بها. وليس بالغريب أيضا أن تكون هنالك كعكة جديدة تندرج ضمن مجموعة الحلوى السياسية التي تلتهمها الكتل وقيادتها بين الحين والآخر. فالمحاصصة وبكل جدارة أصبحت نظاما مفصلا وفق قياسات هذه الأحزاب وشخصياتها بعد أن عقم العراق عن إنتاج غيرهم التي تسعى أن تكون السباقة في قتل الإنسانية في بلد ما عاد يذكر به أي منجز إلا أنه يتصدر الدرجات المتقدمة في الفساد وهدر المال العام. بالتالي نحن أمام مسألة العبث بالدولة وتحطيم كل ما له علاقة بعملية البناء والتطوير
من خلال الإدارة الصحيحة، تاركين البحث في مسألة تصحيح المسار بجدية عالية وفق اعتبارات المصلحة العامة. لا آمال ولا أحلام ولا حياة كريمة دون البحث عن الحلول التي تعمل على إنهاء المحاصصة بكل بؤسها وتيهها، والعمل على تشريع قوانين عملية ومنطقية تغوص في صميم العمل الجاد، ابتداء من تغيير النظام الانتخابي الذي بات يشتر شخصيات وكتلا تسعى لتجهيل الناس وعزلها عن واقعها. لا خلاص من بؤس ما يحدث إلا بعد الابتعاد عن تقديس عمل هذا وذاك، وخلق قيادات وهمية لا هم لها سوى تكريس زعاماتها وسلطانها. لا خلاص إلا بعد أن تشرع قوانين أساسها الإنسان والمواطن والحرية والعدالة الاجتماعية. فبعد كل الكوارث التي حلت بالعراق من جراء هذا النظام، آن الأوان للبدء بالخروج من نفقه المظلم. يقول الكاتب: منذ أن ساعدت الولايات المتحدة على خلق مجلس الحكم الانتقالي الذي ساهم بشكل كبير في رسم السياسة المحاصصية في العراق، ولغاية اللحظة وسبل الخلاص من مخرجات ذلك المجلس غير مجدية إطلاقا، ولم نقل إنها مستحيلة في نفس الوقت، فقد وجدت به الأحزاب والكتل الحزبية مبتغاها وأرضيتها التي أسست عليها قلاعها الشاهقة وسلطتها المزعومة بعد أن سيطرت على ثنائية السلطة والمال. في نفس الوقت فهي اليوم تمتلك مفاتيح ذلك الريع المتسبب الأول في هلاك المواطنين العراقيين، والذي أصبح الضامن القوي لها وهو النفط، وكل ما ينتج عنه من أموال لها الحصة الأكبر منه. أصبحت المظاهرات الموسمية في العراق من الأبجديات التي اعتادت الساحة العراقية على مشاهدها ومشاهدتها في نفس الوقت مع ارتفاع درجات حرارة الصيف اللاهب والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في العراق، والذي يصل إلى أدنى مستوياته خلال شهور حزيران وتموز وآب في ظل عجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003 عن توفير الكهرباء بشكل مقبول والاكتفاء بالوعود والمواثيق الكاذبة من قبل المسؤول للمواطن. عن المظاهرات في العراق كتب أحمد البديري في موقع كتابات: إن التظاهرات التي تخرج لمطالب بعيدة عن المتطلبات الأساسية للفرد العراقي ولا تعنى بهمومه ومشاكله الواقعية أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع. فمثلاً رواتب المسؤولين ورواتب الرفحويين والسجناء السياسيين ليست هي المشكلة العظمى فقط في العراق، كما أن السياسيين السنة والشيعة والأكراد بجميع كتلهم المصلحة والمفسدة تقاسموا الامتيازات فيما بينهم. إلا أن الالتفات إلى المشاكل الأساسية التي يعاني منها العراقيون كالبطالة المتفاقمة وسوء الخدمات كالصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، والفساد المستشري في أغلب دوائر الدولة، وانتشار المظاهر والمجاميع المسلحة وغيرها، هي الأهم بالنسبة للمواطن، وهي تحتاج إلى حلول دائمية لا ترقيعات ووعود موسمية تخديرية تخضع لنفوذ ومزاجات جهات سياسية معينة. لكي تحقق المظاهرات نجاحاً نسبياً وبناء عليها أن تركز في مطالبها على معالجة المشاكل الأساسية على حدة بعيداً عن صراعات الكتل السياسية من أجل السلطة وجعل هموم ومشاكل المواطن العراقي رهينة تلك التجاذبات المصلحية وتصفية حسابات السياسيين فيما بينهم، والضغط للاستئثار والهيمنة الأكبر بالعزف على ورقة التحريض الجماهيري والتهديد بما هو أسوأ كما حصل ويحصل مراراً وتكراراً. حقيقة يقول الكاتب: إذا لم تتحول المظاهرات إلى جماهيرية مستقلة أولاً، وثانياً تكون ممثلة بشخصيات أكاديمية مستقلة هي الأخرى، وثالثاً وهو الأهم أن تقدم برنامج عمل للحكومات المحلية والمركزية لمعالجة المشاكل من خلال تقديم الحلول المناسبة لها، وهي بالتأكيد ليست إعجازية بقدر ما هي خطوات عملية لا تحتاج سوى إلى كفاءات أكاديمية وإرادات مخلصة وغير خاضعة إطلاقاً لبزار السياسيين والجهات المهيمنة على القرار في العراق.
جاء في القدس العربي مرتفعات ترامب. هكذا قرر أكثر رؤساء الحكومة الصهيونية تطرفاً في تاريخ دولته، والتطرف الصهيوني هنا يعني بالطبع التطرف في العداء للشعب الفلسطيني وفي احتقار العرب أجمعين. هكذا قرر التعبير عن امتنانه لأكثر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية تطرفاً في تاريخ بلاده الحديث، والتطرف هنا هو في البغض العنصري لشتى شعوب العالم وشعوب البلدان الفقيرة على وجه الخصوص. عن صفة القرن كتب جولبير الأشقر في صحيفة القدس العربية. وبدل أن يقوم الحكام العرب بإطلاق اسم ترامب على المجارير في بلدانهم تعبيراً عن سخطهم على أفعال الرئيس الأمريكي ورداً على تكريم نتنياهو له، وبدل أن يرفقوا مثل هذا الإجراء الرمزي بما هو أهم منه بكثير، ألا وهو مقاطعة عربية شاملة للمصالح الأمريكية وطرد كل أشكال التواجد العسكري الأمريكي من الأراضي العربية، نرى عدداً من الحكومات العربية يستعد للمشاركة في الملهى التي سوف يخرجها في المنامة بعد أيام قليلة جارد كوشنر، صهر ترامب الصهيوني بامتياز. والحقيقة أن تكليف هذا الأخير بإخراج ما سماه صفقة القرن لم يكن بسبب خبرته العميقة بملف النزاع الإقليمي، ولا لأنه يدعي خبرة فائقة في عقد الصفقات على غرار حموه، بل لسبب واحد وحيد، هو أنه شديد الرغبة في الإسهام في تكريس المساعي الصهيونية التوسعية، لأن الغرض الحقيقي من مساعي كوشنر غير الحميدة إنما هو توفير ذريعة للحكم الصهيوني كي يضم منطقة جيم من أراضي الضفة الغربية المحتلة سنة 67 و900 ألف التي تشكل 61% من تلك الأراضي، فضلا عن القدس الشرقية التي ضمتها الدولة الصهيونية بعيد احتلالها. يقول الكاتب: فلم يعد الأمر موضوع تكهن إطلاقا مثل ما كان قبل سنة عندما حذرنا منه، بل أصبح مكشوفا لا يمكن إغفاله سوى بالتغافل. وقد فطن مسؤولو السلطة الفلسطينية أنفسهم للأمر وأخذوا يحذرون منه منذ أن بدأ التمهيد لمؤتمر المنهى، غير أن كل ذلك لم يثني عددا من الحكومات العربية عن إبداء نيتها التوجه إلى المنامة كالخرفان جلكم الله وراء راعيها، وفق مقال الكاتب. موسكو تأمل في دور إسرائيلي مؤثر في دوائر القرار الأمريكي من أجل القبول بتخفيف العقوبات على نظام الأسد، وربما القبول بالتطبيع في المرحلة المقبلة. مقال للكاتبة رانيا مصطفى في صحيفة العرب اللندنية. لا تتفق موسكو مع واشنطن حول تسلسل تنفيذ هذه البنود، لكنها وافقت عليها من حيث المبدأ لفتح قنوات تواصل مع الولايات المتحدة اعترافاً منها بالدور الأمريكي في الشرق الأوسط، رغم أنها لا تريده، وتدرك أن تسوية سورية تحتاج إلى اتفاق مع واشنطن، خاصة مع غموض الأخيرة حول خططها المستقبلية بشأن البقاء في شرق الفرات. وافقت موسكو على حضور الملتقى الأمني الثلاثي دون الموافقة على أجندته الإسرائيلية الأمريكية المشتركة، لكن بقصد فتح مسار جديد للتسوية تريده روسيا مستمراً على شاكلة مسار أستانا، خاصة بعد فشلها في تحقيق تقدم عسكري في إدلب. وفي ترجمة انتصاراتها العسكرية إلى تسوية سياسية وجذب المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين والعرب إلى المساهمة في عملية إعادة الإعمار، فما زالت تلك الأطراف تتفق مع الموقف الأمريكي الصلب حول رفض المساهمة في إعادة الإعمار أو التطبيع أو رفع العقوبات عن حكومة دمشق قبل الاتفاق على عملية سياسية. تأمل موسكو في دور إسرائيلي مؤثر في دوائر القرار الأمريكي من أجل القبول بتخفيف العقوبات على نظام الأسد، وربما القبول بالتطبيع في المرحلة المقبلة، كون حكومة تل أبيب تفضل بقاء نظام الأسد العدو المسالم الذي تعرفه على نظام لا تعرفه، في حين أن واشنطن تتشدد في العقوبات على نظام الأسد وعلى رجال أعمال موالين له كورقة ضغط على النظام وروسيا. إذن ضعف إيران وحصارها بات ورقة ثمينة تتمسك بها روسيا بحنكة سياسية في ظل التصعيد الأمريكي والإسرائيلي والعربي ضدها، عليها استثمار
استثمارها للمقايضة على مطالب عدة وليس مطلب واحد، مطالب تحقق التسوية في سوريا وفق الأجندة الروسية وعودة سيطرته على مناطق الثروات في شرق الفرات ورفع العقوبات على النظام السوري وعودة الاعتراف به في المحيط الإقليمي وقبول المجتمع الدولي في المساهمة في عملية إعادة الإعمار. لكن يتوجب على روسيا أولاً رمي هذه الورقة بأسلوب دبلوماسي بالاتفاق مع حكومة طهران، خاصة أن ورطة إيران تفرض القبول بانسحاب من سوريا والاكتفاء بنفوذ في العراق في وجه النفوذ الأمريكي. بعيداً كل البعد عن السياسة، طلبت أبل من مورديها الرئيسيين تقييم الآثار المترتبة على تكاليف تحويل ما بين 15% و30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة هيكلة أساسية لسلسلة التوريد الخاصة بها، وفقاً لما توصلت إليه مجلة نيكي آسيان ريفيو. هذا وقررت أبل أن مخاطر الاعتماد على الموردين في الصين كبيرة جداً، بل وتتزايد في نفس الوقت بسبب التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وتقول مصادر متعددة إنه حتى إذا تم حل الخلاف فلن تكون هناك عودة إطلاقاً إلى الوراء وفقاً للمجلة. وتشمل قائمة البلدان المرشحة لاستضافة أعمال أبل المكسيك والهند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا، وتعتبر الهند وفيتنام من بين المفضلين لتصنيع الهواتف الذكية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.